طيب من الرحمن ذي الآلاء بالله حزت الفضل العابد يا أيها الناس اشربوا من قربتي قد روي من نور المفيد سقائي يا قوم كونوا طاعة لإمامكم كونوا لوجه الله من عواني كونوا كذبا ثم صوروا بالهدى ثم انظروا إظام من ولاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ونس اگین ٹو دی پروگرام لکام العرب. سیدنا حضرت امیر المومنین نیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز دی ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم جماعت از گوئنگ ٹو ارائیو ان دی اسٹوڈیو ٹو آنسر دی کوسچنز ٹو بی پریزنٹڈ ٹو ہم. سائملٹینیس عربک ٹرانسلیشن ول بی پرووائڈیڈ. آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ بردر عبادہ بربوش ٹو کائنڈلی ویلکم دا ویورس اینڈ آفٹر دیٹ وی ویٹ دی ارائیول آف حضور ان دی اسٹوڈیو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأخوة المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم لقاء مع العرب. كالمعتاد نحن في هذه الأثناء في انتظار تشريف حضرة أمير المؤمنين باستديوهاتنا بالفضائية الإسلامية الأحمدية بلندن، وسنفسح المجال للأستاذ عطاء المجيب راشد خلال لحظات الانتظار هذه. Well, in our last sitting, we discussed in detail what happened on 23rd of March in 1889 when the first ever Baith ceremony in the Ahmadiyya Muslim Jamaat took place. So it's very appropriate today if we let our viewers know and listen what are those 10 conditions prescribed by the promised Messiah alayhi salatu wasalam, which were referred to in that meeting as well, and people recited those one. And whenever any Baith ceremony takes place anywhere, these 10 conditions are always referred to, and they are pointed out that one has to abide by these 10 conditions. So that will help our viewers to find out what is really the message of Ahmadiyyat and what are the conditions on which people are initiated into this divinely appointed institution for the revival of true Islam. So I would like to request Brother Ibadah Barbush to kindly explain this point and also read out those 10 conditions in Arabic. كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة عن التاريخ 23 مارس 1889، وذلك هو التاريخ الذي أخذت فيه أول بيعة في تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية. وذكر أو يعني قال حضرة المهدي عليه السلام شروط 10، وهذه الشروط العشرة يجب أن يوافق عليها أي شخص قبل الانضمام رسميا إلى صفوف الجماعة الإسلامية الأحمدية. وإلى غاية يومنا هذا لا زالت هذه الشروط تقرأ في أي مناسبة لأخذ البيعة من أي شخص ينضم إلى الجماعة. وطلب مني الأستاذ عطاء المجيب راشد أن أقرأ على حضراتكم هذه الشروط، شروط المبايعة للانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهي معربة من كلام حضرة الإمام المهدي عليه السلام، وهي كالآتي: يتعهد كل مبايع من صميم فؤاده على ما يلي: أولا، أن يجتنب الشرك حتى الممات. ثانيا، أن لا يقرب الزنا ويتجنب قول الزور وخيانة الأعين، ويحترز من جميع أنواع الفسق والفجور والظلم والخيانة، ويتنكب عن طريق البغي والفساد، ولا يدع الثوائر النفسية تتغلب عليه مهما كان الداعي إليها قويا وهاما. الشرط الثالث، أن يواظب على الصلوات الخمس بالالتزام تبعا لأوامر الله تعالى وتعاليم رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويداوم جهد المستطاع على إقامة صلاة التهجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العفو من ربه على ذنوبه والاستغفار، ويذكر كل يوم نعم الله تعالى ومننه بخلوص قلبه ثم يشكره عليها، ويتخذ من حمده والثناء عليه وردا له. الشرط الرابع، أن لا يؤذي أحدا من خلق الله عموما والمسلمين خصوصا بثوائره النفسية، لا بيده ولا بلسانه ولا بطريق آخر. الشرط الخامس، أن يكون مخلصا لله تعالى وراضيا بقضائه في جميع الأحوال
حالة الطرح والفرح والعسر واليسر والضنك والنعم، ويكون مستعدا لقبول كل ذلة وهوان وتحمل كل مشقة وعناء في سبيله، ولا يعرض عنه عند حلول مصيبة أو نزول بلية، بل يمشي إليه قدما. الشرط السادس أن ينتهي عن اتباع الرسوم والعادات والأهواء والأماني الكاذبة، ويقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه بكل معنى الكلمة، ويتخذ قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دستورا لعمله في جميع مناهج حياته. سابعا، أو الشرط السابع، أن يطلق الكبر والزهو طلاقا باتا، ويقضي أيام حياته بالتواضع والخضوع، ويقابل الناس بالبشر، ويعاملهم بالحلم والخلق الحسن. الشرط الثامن، أن يكون الدين وعزه ومواساة الإسلام أعز عنده من نفسه وماله وأولاده ومن كل ما هو عزيز لديه. الشرط التاسع، أن يواسي جميع خلق الله تعالى ويعطف عليهم ابتغاء لمرضاته، وينفق بقدر الإمكان كل ما رزقه الله من القوة والنعم في خير أبناء جنسه ونفعهم. الشرط العاشر والأخير، أن يعقد مع هذا العبد أي حضرة الإمام المهدي عليه السلام عهد الأخوة خالصا لوجه الله تعالى، على أن يطيعني في كل ما أمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة لا تعادلها العلاقات الدنيوية، سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو عمل. هذه الشروط العشرة مأخوذة من كتاب حضرة الإمام المهدي عليه السلام، إعلان تكميل التبليغ، بتاريخ 12 يناير 1889. When I requested you to kindly read out these 10 conditions of path, my purpose was at least twofold. One was that all the viewers and the listeners of this program, they should come to know what are those 10 conditions, because they make really the most comprehensive introduction of the message of Ahmadiyyat. Secondly, more importantly, was that whenever the date 23rd of March comes in our life, that is actually a time when all of us have to renew our pledge and reaffirm our commitment to these conditions. And this is what I have said is based on the answer which Huzoor gave in a meeting yesterday. He was asked how really should the Yom-e Masih Maud, that is 23rd of March. And his response was this, which I have just quoted, that that day provides the opportunity to the Ahmadis to reaffirm their commitment, and as a matter of fact, to renew their pledge, because every year when this date comes, that is the right time for all Ahmadis to go through these 10 conditions and to see for themselves whether they are following it truly or not, and if there is any weakness, that should be rectified, and we should try to come up to a standard where we are fulfilling all these 10 conditions in the best possible manner. So these were at least two purposes why I requested you to kindly read these out. يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد، الغرض الذي كان في ذهني من قراءة أو من تعريف هذه السادة المشاهدين الأفاضل بالشروط العشرة التي نصها حضرة الإمام المهدي عليه السلام، كان هنالك غرضين من ذلك. والغرض الأول هو كان يأخذ السادة المشاهدين الأفاضل فكرة عامة وفكرة واضحة على هذه الشروط وبالتالي على معتقدات الجماعة. وثانيا، هذا ما ذكره حضرة أمير المؤمنين في لقاء أو مجلس ديني علمي ثقافي، وقد ألقى هنالك السؤال على حضرته ما هو يعني ماهية وأهمية يوم 23 مارس، فقال حضرته أنا يجب على كل شخص أحمدي أن يجدد عهد ولائه وعهد بيعته بوفائه للجماعة وبصدق حضرة أحمد عليه السلام، ويسأل نفسه ويتفقد أحواله، هل
هو يتبع هذه الشروط العشرة بحذافيرها، أم هنالك بعض الشروط لا يتبعها ولا يهتم بها؟ فكلما يأتي هذا يوم 23 مارس في كل أي سنة، يجب على كل فرد من الجماعة أن يتفقد أحواله، وإذا رأى أنه لم يهتم كثيرا بشرط ما، يجب عليه أن يأخذ أو يجدد ذلك العهد، وأنه يعمل يعني حسب ما ينصه عليه إن شاء الله. Well, regarding this institution of PATH and these conditions, one more point which we have to understand very clearly is that, as I just mentioned right now, that these conditions, they make very comprehensive introduction of the message of Ahmadiyyat. And I have tried it many times with non-Ahmadis, that when you convey to them the message of Ahmadiyyat, you discuss everything, and finally when the stage is ripe, and you ask them, would you kindly go through these 10 conditions and tell me if there is anything which is against Islam? Can you point out to any, you know, clause of these 10 conditions where it may not tally with the conditions, with the teachings of Islam, with the teachings of the Quran, with the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Each and everything in these 10 conditions is exactly in accordance with the teachings of Islam. And everything is based either in Quran or in the sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that is the basis of Islam. So when all these 10 conditions from the beginning to the end, all of them, they simply represent Islam and nothing but Islam. So then where is the doubt left? Why the people should be reluctant to accept that one? So this is a good way to be adopted in the field of tabligh, that we should introduce these 10 conditions after having explained other points in detail, no doubt. But finally, when it comes to the decision making, when a person is reluctant whether to accept or not to accept, whether to accept it as right or wrong, so at that point these 10 conditions should be brought in, and the person should be asked to go through these 10 conditions and make his own judgment or her own judgment and make sure that everything is in accordance with Islam. So this is a very good point. Not only it will remind the Ahmadis about their own commitment, but also it will help them to convey the message of Ahmadiyyat in a very effective way. And this will help the person to make up one's mind regarding the truth of Ahmadiyyat. So this tip should also be kept in mind and used in the field of tabligh. يقول الأستاذ عطاء مجيب راشد: هنالك يمكن للأخوة الذين هم نشيطون في مجال التبليغ أن يستعملوا يعني هذه الشروط العشرة من ضمن تلك المعلومات الهائلة التي يقدمونها لأولئك الذين لم يسمعوا من قبل بمعتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية، فبعد أن يعرفوهم بهذه النقاط المختلفة، يجب عليهم أن يعرضوا هذه الشروط العشرة على هؤلاء الجدد بمعتقد الجماعة الإسلامية الأحمدية، ويسألوهم أن يخرجوا شرطا واحد دخيل على الإسلام أو يناقض تعاليم الإسلام أو يناقض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما أن هذا الجانب سيحيي في أولئك الناس الجدد هذا التفكير وهذا الشعور بالمسؤولية والتقرب أكثر من الإسلام الصحيح الذي تعرضه الجماعة الإسلامية الأحمدية. ويضيف أيضا أن هذه الشروط لا نسأل عليكم السلام ورحمة الله. There you are. Yes, please. ترجمة: ومن ضمن ما ذكره الأستاذ عطاء المجيب راشد أن هذه الشروط العشرة هي عينة أو نقطة البداية لأي شخص ينضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، ويجب على أفراد الجماعة أن يتفقدوا أحوالهم في كل سنة في ذلك التاريخ، وأيضا أن يستعملوا هذه الشروط العشرة للتمهيد للأخوة الذين لم يسمعوا من قبل بالجماعة كي يتقربوا منها أكثر وأكثر. That's right. Now? It's from right now. She'll become first. So my first question is, why
why Muslim men are forbidden to wear silk and gold? Why Muslim men are forbidden to wear silk or gold? You know, whatever they are, they can possess, they like, they try to, they try to possess it, capture it, and own it, with the result that there is nothing left for women to wear. For instance, in Ghana, gold is worn by pagans and Christians alike in golden areas. I visited those areas, and I was amazed to find that women were without any gold and men were clad in gold from top to bottom, wearing gold bangles up to here. So it was there that I first thought of why men were prohibited, among other things, of course. And silk also is entirely for the ladies to wear. It's not just that reason which I have just mentioned. The reason is that it goes with the character of ladies, softness and loveliness and things. They go with the character of ladies. And men are warriors. Instead of wearing gold, they should wear iron, like 6'2". So it was for this purpose particularly that it was forbidden. Once it was a command of the Prophet, but this thing what I'm just going to tell you happened afterwards. It was Khalid bin Walid or somebody who returned from a jihad expedition, and he was wearing a silken something which looked like silk. So I think it was Hazrat Umar who became very angry with that and asked him why he was doing this. So he lifted his shirt and all inside it was armor, etc., you know, everything. That indicates, as I read it, that according to whoever it was, if it was Khalid bin Walid, he thought the reason why men are forbidden to do this is because it will interfere in their qualities of being warriors. So he pointed at his armor. Despite this, I'm still a warrior. It doesn't interfere with my task of waging jihad against the enemies of Muslims. So this is one possible reason why it should have been. Right? Mm-hmm. You're not wearing any gold, are you? No. He's a warrior. He should be a warrior. A warrior-like character. Good. سألت الأخت بداية هذه الحلقة لماذا منع الإسلام الرجال من يعني لبس الذهب وأيضا الحرير؟ ويجيب حضرة أمير المؤمنين ويقول تصوروا لحظة واحدة لو سمح للرجال أن يلبسوا الحرير وأيضا الذهب سيستحوذوا على جميع هذه المنتجات ولن يبقى شيئا لهؤلاء النسوة لهذه النسوة كي يرتدونها ويتجملون بها. ويقول حاتم المؤمنين أنني رأيت عينة أو نموذج حي من هذا خصوصا خلال زيارتي إلى غانا، فهنالك بعض زعماء القبائل هناك كانوا يرتدون الذهب ليس بعض يعني بضع يعني القطع ولكن إلى يعني يصل إلى هذا المكان من يدهم وحتى يعني يغطي جميع يعني جسمهم وبتلك الصورة الفريدة من نوعها والغريبة نوعا ما. ورأيت أن النسوة المساكين لم يكن لديهم أي ذهب ولم يلبسن أي ذهب، ولكن هؤلاء الرجال قد ارتدوا جميع ذلك الذهب المتوفر في تلك المنطقة. ويقول حضرة من المؤمنين هذه هي النقطة الأولى. لماذا؟ لأن الذهب لا يتماشى مع طبع الرجل ويجب أن ويبدو أنه يتماشى مع طابع الزينة الذي
يعني تميل إليه خصائص المرأة، فلذلك حبذا أن يبقى هذا المعدن خصوصا للنسوة كي يتزين به. ويقول حضرة أمير المؤمنين بالنسبة للحرير أيضا، الحرير لا يتماشى مع طبع يعني طبع الرجل وخصائصه المادية، فنعومته في الحقيقة تتماشى مع نعومة وخصائص المرأة وخصائصها الأخرى، فلذلك يا حبذا لو يترك الرجل هذه المواد للنسوة. ومثلا الرجل يكون بحاجة إلى حديد، مثل ذلك الرجل المحارب يجب عليه أن يلبس ذلك الدرع كي يقي نفسه من السهام ومن ضربات السيوف. وذكر حضرة ابن المؤمنين ويقول لست متأكدا، يبدو أن ربما هذا الحادث يتعلق بالمجاهد خالد ابن الوليد، وربما سأله حضرة عمر لماذا يلبس كل ذلك الذهب، فرفع قميصه ويعني ما يفهم شيرت أو حرير نوت ذهب. ويقول حضرة ابن المؤمنين كان ذلك هو يعني قميصه من حرير وليس لم يكن مرتديا اي يعني الذهب. وفهم حضرت عمر رضي الله عنه يعني من ذلك انه ربما هذا يقيه نوعا من يعني من حر او شيء كهذا، فلذلك بعد هذا ما نفهمه ولو ببساطه من هذه الحادثه. ولكن النقطه الاساسيه هي تترك هذه المنتجات للنسوه، لماذا؟ لانها تتماشى مع طبعها اكثر من تتماشى مع طبع الرجال. That he had some arms. Yes. Under the shirt. Under the shirt. He didn't. No, I missed that. What was it? Armor. Dura. Dura and asliha and everything was underneath. ويقول حاطب هذا فاتني أن أذكر أن حاطب ابن المؤمنين قال أن هنالك أسلحة أيضا كانت تحت ذلك القميص من الحرير الذي كان يرتديه، فلذلك كان هذا يعني يخفي أو يقوم بعملية معينة من خلال يعني لبسه لذلك القميص. It is the first time, or perhaps yes, second or third time, that you have missed something very important. Yeah. Are you tired? Maybe. Didn't have good sleep last night? Yeah. Because previously, even if I spoke for a very long time, you never missed even a single point. See? So be alert if it is not. Takchi, please. That's a good representation, yes, of ladies, eh? Mashallah. Did any of the previous civilization achieve some material progress as this civilization is experiencing in this modern age? Understood? Not did I fully. No. All right, shall I repeat you, it? Can you did? Did any previous civilization achieve the same progress as the present one? Yes. Which modern civilization ages experiencing. Yes. تسأل الأخت وتقول هل هنالك حضارات قديمة تحصلت على المستوى التقدم الذي تحصلت عليه حضارتنا في أيامنا هذه؟ It's very interesting that only the other day I was reading a report on the findings on Pompeii. This is called the Pompeii. And there I first found this mentioned by the non-Muslim Western scholars, what has been already mentioned in the Quran. Those who investigated the things and found what they indicated, one of them has written that the evidence has emerged from there that their civilization and their scientific achievements were no less than ours, even greater. So the writer explores the myth that we are at the foremost of progress. He says, judging from that, we can safely conclude that human progress in the past ages was even greater than ours. So that is the answer to your question. But the Holy Quran is very specific on this. I have mentioned these verses many a time before, that what you think you have achieved, people before you achieved even greater things. See? يقول حاطب المؤمنين أن هنالك يعني كنت أقرأ منذ مدة
مقال هام حول هذا الموضوع وفي خصوص منطقة أو حضارة اسمها بومبيا. يقول حافظ ابن منين أن ذكر بعض المؤرخين أن تلك الحضارة قد وصلت إلى تقدم ورقي لدرجة أنهم يعني هنالك من المؤرخين والباحثين من قالوا أن يعني حتى في عصرنا الحالي لا يضاهي تقدمنا وما وصلنا إليه إلى ما تقدمت إليه تلك الحضارة. وهذا طبعا من خلال تلك المعطيات التي يعني من خلال بحوثهم والآثار التي تحصل عليها. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن القرآن الكريم قد وضح هذه النقطة منذ يعني أمد طويل وبعيد، وقال أن يعني فسر للإنسان أن النقاط التي وصلت إليها وهذا التقدم الذي وصل إليه الإنسان إذا فكر مليئا سيجد أن هنالك حضارات أخرى وصلت إلى نقاط أحسن بكثير وأطول بكثير مما وصل إليه هو. Aisha, when you are here, I do not have to cast even a single glance at who is operating the camera. It has to be moment. There you are, you see. I didn't notice his presence, only I thought you were looking very well and exceptionally alert, then looked up and saw the woman was there. Good, please. What is the Islamic view about animals used in places of entertainment, for example in zoos or circuses, for the amusement of others? تسأل الأخت عن رأي الإسلام حول الحيوانات التي تحفظ في حدائق الحيوانات أو في السيرك أو ما يشابه ذلك. ما هو رأي الإسلام حول هذه الحيوانات؟ There is a verse of the Holy Quran which says وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. When the wild animals would be gathered together. So it's not in vain, this prophecy. If not for anything else, just to see the prophecy of the Quran fulfilled, we should visit these places, but not the filth which goes along with it. So instead of circuses alone, we should visit the zoos, etc. But in circus, there are two additional things in which we may be interested. We may be, but we should not be interested in maybe. One is the role of girls and women and all that, and they're dancing and they're exposing themselves. This is not Islamic. But the way they train the animals, that is, according to the Quran, we can see a Quranic light on the potentials of animals, which have not been traced before. So that point is good, and the first point is bad. But how can you escape other things and reach the right things? This is the problem. By way of a joke, which highlights this problem, one man was watching a circus show with great keenness. What was happening was that a lion was shown to put his paw over the head of a lady. And the lady put her hand over the head of the lion. So everybody said, well done, clapped. There's one man who objected to this. It's easy, I can do that. So they said, how can you do that? Show us. He said, turn the lion out. And then I'll do it. He thought, the problem was, how can I put my hand on the lady's head and see her Because he was entirely attracted by the lady and he disregarded the lion altogether. So that is what happens, unfortunately. Right? This. يقول حاتم المؤمنين هنالك نبوءة عظيمة في القرآن الكريم تقول وإذا الوحوش حشرت. ومن هنا نفهم أن هذه النبوءة قد تحققت خصوصا في عصرنا هذا. فالشخص يعني المسلم المؤمن إذا أراد أن يرى تحقق هذه النبوءة يمكن أن يزور حدائق الحيوانات كي يعاين بنفسه صدق هذه النبوءة وأيضا يشاهد تحققها. وأما بالنسبة للشرك فهنالك امتناع، هنالك بعض العراقيل للشخص المسلم. لماذا؟ لأن النسوة وملابسهن يعني ملابسهن الغير محترمة لا تليق بالشخص المسلم أن يذهب إلى تلك الأماكن ويشاهد تلك المناظر. ولكن من ناحية أخرى
أخرى سيفوته تلك الملكات وذلك التدريب الذي تحصلت عليه هذه الحيوانات وأصبحت تقوم بعمليات فعلا تبرز تلك الملكات التي وضعها وقرصها الله سبحانه وتعالى في تلك الحيوانات، كيف أن الإنسان يعني ثقفها وثقلها واستغلها وأصبحنا نرى هذه الحيوانات تقوم بعمليات وبتدريبات فريدة من نوعها. ويقول حاضر بن منين أتذكر هنا في هذه يعني هنالك نكتة فريدة من نوعها وظريفة جدا في هذا المستوى، وهو أنه كان هنالك رجل كانت يعني هذا الرجل ذهب إلى سيرك ليشاهد هذه الحيوانات، ودخلت امرأة في قفص ذلك الأسد فوضعت يد أو يعني ساق الأسد على رأسها، وهي بدورها وضعت يدها على رأس الأسد، ولكن هنالك رجل كان من بين الحاضرين لم يستغرب هذا المنظر إذ اهتمامه لم يكن موجه إلى الأسد ولكن كانت يعني تركيزه موجه إلى المرأة أكثر من الأسد. قال أنا الآخر يمكن أن أقوم بهذه العملية فلا أرى أي شيء يعني فريد من نوعه، يعني طلب منه ماذا يعني كيف ستحقق ذلك؟ قال لهم أخرجوا الأسد وضعوه في مكانه وأنا سأقوم بهذه العملية أيضا، أنه سيضع يده على رأس المرأة والمرأة تضع يدها على رأسه وانتهى الأمر. يقول حضرة أمير المؤمنين هذه النقطة يعني نكتة يعني فريدة من نوعها ولكن لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي نحن بصدد بحثه. Right. That or this. أغلب الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي اليوم يقولون ويؤمنون أنه لا يمكن تفريق الدين عن الدنيا، ويضمون بذلك أيضا السياسة تحت عنوان الدنيا، ونحن نقول أن لا يجب أن لا تكون علاقة بين أو تسلط الدنيا على الدين بل على العكس فقط. Hazrat said that the majority of people they believe we should not separate or segregate religion and life, and they mean by life the political activities. And what was the second bit again? And we say that we should not interfere with the politics as such, like the way they believe. No, this is not exactly what we say. I'll explain, although I have explained it many a time before. The fact is that if they follow Islam correctly, they can mix freely with every activity of life without violating the injunction of the Quran or without violating the rules and regulations which prevail in a country. So that mixing is what is intended. For instance, they indulge in disruptions, in terrorism, in lies, in forging lies against others, despite calling themselves Muslims, and they think Islam has given them right to do this to the non-Muslim society, or even to the Muslim society if they consider that society to be non-Muslim. All their practices are un-Islamic, and they call it mixing Islam in every activity of life. They stand witness to the fact that they are liars. If they had followed the Quran, then their participation in the politics will be based on absolute justice, on honesty, on fair play. As the Holy Quran says, that whenever you vote, vote with honesty, not to a party, not to a religious person or irreligious person. Just vote for the sake of someone who can discharge his right of amana, his trust to the people. And there neither Islam is mentioned, nor Hinduism, nor any otherism. Every human being can practice this Islam. It's not essential that it has to be a Muslim who can practice Islam. So Islam is universal. It does not interfere with life. It improves the quality of life in every sphere of human activity. So if you build this theme further, you'll be amazed to find that when Islam says it is universal, it covers everything, it does not mean that it covers filthy politics. It only presents politics as purified, simple and plain and truthful. But if you follow this injunction, there will be no politics left.
politics is now understood to mean play fraud either on your own people or on some other people. يقول حاضر بن منين أنه في الحقيقة إذا يتبع هؤلاء الناس الذين يقولون بمثل هذه المقولات والشعارات المختلفة، إذا يتبعوا الإسلام الصحيح يعني التعاليم الإسلامية الصحيحة، يمكنهم العيش بين أي شعب مختلف كان مسلم أو دون ذلك. ولكن الصورة التي يعرضونها وفهمهم الخاطئ عن الإسلام، هم يعرضون الإرهاب والكذب والخداع ويقولون أن هذا هو الإسلام ولذلك يجب أن نفرض حكمنا أو ننعزل أو إلى غير ذلك، ويحضرون أوهام وأفكار غريبة. يقول حاتم المنين: أي إسلام هذا الذي يمزجونه والذي يعرفون به؟ فأعمالهم فعلا تدل على قمة الكذب الذي يعرضونه. ثم يقول حاتم المنين أن القرآن الكريم واضح في هذا المجال، فيعلمنا في أن هنالك آية في القرآن الكريم تدل خصوصا على تأدية حق الانتخاب، والله سبحانه وتعالى يسمي ذلك الحق وأشار إليه بأنه أمانة، ويأمرنا أن نؤدي تلك الأمانة إلى أهلها، أي إلى الشخص الذي يستحق ذلك، أي الشخص الذي فيه تلك الكفاءات، شخص يكون أمين ويكون صادق وتبرز فيه هذه الخدمات وحبه يعني لشعبه وأهله. فذلك الشخص يجب نحن كمواطنين في أي بلد أن نؤدي الأمانة، أي ننتخب ذلك الشخص. ولكن إذا ننتخب شخص آخر ونعرف فيه سمات النفاق والكذب ولا غير ذلك، وفعلا هنا لم نحترم هذه الأمانة إذ أديناها إلى شخص ليس أهلا لها. ثم النقطة الثانية، يقول حضرة المؤمنين في نفس الآية: تعلمنا القرآن الكريم أن النظام الإسلامي الصحيح هو ذلك نظام العدل. فهذا النظام هذا ما نصه القرآن الكريم، فأي شخص في على أي في أي دولة بإمكانه أن يطبق هذا المفهوم من الإسلام، وهو يعني أي نظام مبني على العدل هو نظام إسلامي، وليس فقط يجب على الشخص أن يكون مسلما كي يطبق هذا النظام الإسلامي، ولكنه هذا فيه تلك الخصائص، خصائص عالمية دين الدين الإسلامي، بإمكان أي شخص أن يطبق هذا العدل العالمي. ثم يقول حضرة بن منين أنه في الحقيقة الإسلام يحسن مستوى حياة ومستوى عيش أي فرد، ولا يستطيع يعني الإسلام أن يفرض قوانينه على أناس آخرين، ولكن بالعكس الإسلام يمكن أن يطور مستوى عيش لأي شعب ولأي يعني بغض يعني النظر عن ديانتهم. ولكن إذا رجعنا مرة أخرى إلى المفهوم السياسي المتعارف عليه وما اشتهر به اليوم، فالسياسة أصبحت يعني لعبة خداع وكذب ونفاق، فأي سياسة التي يريدون أن يعني أن يفرضوها في هذه الأيام على وعن أي سياسة يتحدثون. Did you mention terrorism? Yes, in the beginning, Irhab. A little bit, but I want to enlarge upon this factor. Mm-hmm. Islam does not permit anyone to take the law of the land in his own hand. Categorically rejects this possibility. So much so that hijra is essential for whatever revenge you want to take against the people among whom you lived a suppressed, oppressed life. You must go out of the country. You must not interfere with the law of the place or the country who have transgressed against you. You must leave it first, go outside the territory, and then you can take your revenge. But again, according to the dictates of justice, no transgression should be made. Now this is the history of Islam during the period of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Did he not understand what Islam meant when it is said that Islam covers every sphere of life? Islam does not give right to any individual or any group to violate the law of the land. They can live there according to the law or leave the country altogether. But these people are so stupid and so cruel in their behavior that to relate them to Islam or Islamic injunctions is the folly of the utmost folly. I give the example of Algeria, your country. Sneema? Partially it is your country. Now, in Algeria, these so-called Muslims are so fanatic
that they have taken the license to kill from some Islam, we don't know which, kill their own people, kill in the name of Islam not only adults but Muslim men, women and children without any fault of theirs. They slaughter them and throw them in mass graves, which are discovered now. Even a suckling baby is murdered. And this they call Islam. Amazing. Is this the meaning of Islam, relating to or permitting activities in all spheres of human activities? So this has happened to these people. Something has gone to their head which is satanic, not Islamic. And their behavior tells us that this has never been the behavior of Ahlul or his followers. Their behavior and his behavior and his followers' behaviors are antipodes apart, poles apart. Right? يضيف حضرة أمير المؤمنين ويقول بالنسبة للإرهاب الإسلامي كما يسمونه في هذه الأيام، يقول حضرة أمير المؤمنين أن الإسلام في الحقيقة لا يسمح لأي شخص بأخذ السلطة القانونية في يده، أو بعبارة أخرى أن يتدخل في مجرى الأمور السياسية أو الأمور القانونية في ذلك في البلد الذي يعيش فيه، حتى إذا لم يعجبه الحال فالإسلام يسمح له بالهجرة من ذلك البلد، ثم بإمكانه أن يقوم بتخطيطاته مثل ما قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمره القرآن أنه يجب عليه أن يعني يهاجر بل ولا يتدخل في سياسة ذلك البلد. وهذا فعلا ما نراه واضحا وجليا من الحياة المطهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته أيضا. وإذا يتساءل الناس ويريدون أن يفرضوا مفاهيم جديدة على الدين الحنيف، فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل هؤلاء فهموا الإسلام أحسن من سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بطبيعة الحال لا، هذا مستحيل وغير ممكن. فالإسلام إذن نؤكد على هذه النقطة الأهمة، لا يعطي الحق ولا يعطي السلطة لأي شخص أن يتسلط على هذه النظم السياسية المختلفة. ويضرب حضرة أمير المؤمنين مثال لسوء الفهم هذا ولسوء يعني ولسوء استغلال هذه الأفكار الإسلامية الصحيحة، ويقول انظروا مثلا في الجزائر وماذا يحدث فيها من مجازر، وهذه المجازر في الحقيقة هي تولدت من ذلك التعصب ولسوء الفهم الديني. فبعض المؤسسات الإسلامية المتطرفة سمحت لبعض الناس بقتل هؤلاء الإبرياء بطريقة يعني بمجازر يعني غريبة يعني بتفجع، وليس فيها تلك الرحمة ولا شفقة ولا شيء، حتى أنهم يعني وجدت الحكومة قبور جماعية فيها هؤلاء المسنين، وحتى فيها هؤلاء المواليد الجدد وسنهم لا يتعدى بعض أشهر. فهؤلاء ما هو ذنبهم؟ وهل هذا هو الإسلام الذي نص به سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ليس هنالك علاقة بذلك الإسلام، بل هذا هو هذه في الحقيقة هي أفكار شيطانية لا علاقة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نستطيع أن ننسب هذه الأعمال للإسلام. You ask a question? Yes. Abdul Rahman. MashaAllah. Is there a question from two verses of the Quran? Yes. Al-Baqarah 130. Al-Baqarah? 130. 130. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Translation is, and our Lord raise up among them a messenger from among themselves who may recite to them thy signs and teach them the book and wisdom and may purify them. Surely you are the mighty, the wise. The other verse, chapter 62, verse 3. Chapter 6. 62. 62.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Translation is, he it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, though before that they were in manifest error. Huzur, the order in which Hazrat Ibrahim alayhi salam prayed is different from the order in which it is accepted by Allah. What is the significance? Yes, not only that, but there is another thing which has to be noted. Who are minhum? Arabians or somebody, something else? Because if it are the Arabs who are referred to, then the Quran is not universal and the Prophet is not universal. So first of all, I would like to point out the meaning I want to explain the meaning of minhum. It is more important because the other question I have answered repeatedly before in so many addresses and such majalis as this. When you read the first verse before that, when Abraham prayed, that would indicate what minhum means. The verse is, Rabbana wabas fihim rasulam minhum. No, before that, who are minhum? Yes, the one. Rabbana wajalna muslimani laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. It is not Arab, it is zurriyat Ibrahim, which is mentioned as minhum. And because a time was to come according to the prophecies of the Quran and the Bible, when Abraham's zuriyat was to spread all over the world. At the time of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam's appearance, that had happened. So it is wrongly understood that minhum means only the Arabs. Because in answer to the prayer of Abraham, minhum must mean the progeny of Abraham. Why unlettered? Because at that time, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri had happened. They'd all become ignorant people. Not unlettered only, the ignorant. So we say unlettered out of respect for Rasulullah sallam, because he was from among them, and we will have to realize Rasulullah sallam as being ignorant, na'uz billah. But to be one of the ignorants and not to be ignorant, this can only become possible with revelation from Allah. And this is the situation we are reading. All the world had become or had received the progeny of Abraham, all scattered over. And that was the time when Rasulullah appeared, and that was the time when ignorance ruled supreme, not only in Arabia but elsewhere as well. So this means that Rasulullah, when we connect these verses of the Quran, Abraham's past and the future according to the Quranic predictions, then we understand the meaning of this verse. Rasulullah does emerge to be a universal prophet, and the Quran does become a universal book of divine dictation. Right? سأل الأخ عبد الرحمن عن الترتيب أو التسلسل في عبارات دعاء حضرة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قبل طلبه ودعائه ذلك، ولكن التسلسل قد تغير. ويسأل حضرة من المؤمنين، يقول أني قد أجبت على هذا السؤال في فورة فارتة، ولكن أريد أن أؤكد في هذه الحلقة على منهم هنا، هل الضمير يعود على العرب أو يعود على شعوب أخرى؟ يقول حضرة من المؤمنين،
إذا فعلا كما يتصور بعض الناس أن منهم هنا مقصود بها العرب، فمعنى هذا الإسلام سيفقد تلك الميزة وتلك الخاصية الفريدة من نوعها، وهو أنه دين عالمي. ولكن هذا ما هذا إلا افتراء فقط. وإذا نرجع إلى منهم هنا نرى أن المقصود به في واقع الأمر في الحقيقة هي ذرية حضرة إبراهيم عليه السلام، إذ أن ذريته قد انتشرت في جميع أنحاء المعمورة، وهكذا قد يعني أوجد الله منها سبحانه وتعالى يعني شعوبا مختلفة. ولهذا يقول حضرة ابن المؤمنين هذا هو المقصود منهم، أي ذرية حضرة إبراهيم عليه السلام. والنقطة الأخرى هنا، لماذا قيل هنا عن يعني الأميين؟ الأميين في الحقيقة لأن الفساد قد ظهر في البر والبحر عفوا وعم الفساد، ولكن بهذا الفساد تظهر أيضا خاصية الجهل، ولكن هذه ليست خاصية يمكن أن نذمهم بالجهل أيضا. ولكن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يعني احتراما لشخصه لا نستطيع أن يعني ننسب لهم هذا الجهل، ونكتفي بالعبارة القرآنية الأميين. ولكن في الحقيقة إذا نظرنا من زاوية أخرى كان الجهل قد وصل إلى قمته في ذلك الوقت. ويقول حاتم المنين هذه بعد أن فسرت هذه الناحية، لما نربط هذه الوقائع القرآنية المختلفة فيصبح الموضوع واضح، ونفهم أيضا ونعزز تلك الفكرة الأساسية أن نبي الإسلام هو نبي عالمي، والدين الإسلامي هو دين عالمي أيضا. The second point which you raise is the change of order. It had to be changed by Allah, because Ibrahim could never visualize a prophet who could immediately induce piety into people directly, with the result that teaching and the understanding of teaching would come later. But that the piety of that prophet would be so powerful that just to set your eyes on him or just to be close to him would be sufficient to make you al-muttaqi or muzakki. No, zakki. Zaki. Zaki or Zaki? Zaki. Zaki. So he was a muzakki in that sense. So the order had to be changed. Otherwise, we read Qasa Filume Rasul Minum Yatlu Alayhim Ayatihi Wa Yu'allimuhumul Kitaba Wal Hikma Wa Yuzakkihim. This is the order of Abraham. Allah's order is different. Yatlu Alayhim Ayatihi, when he recites the Quran, he purifies people immediately. I mean those who are worthy of it. And then follows al-ilm and al-hikmah. So this is a great prophecy which pays a unique tribute to the quality of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, which has never been paid to any other prophet. يقول حضرة أمير المؤمنين يعني إجابة على القصة الأول من سؤال الأخ عبد الرحمن، لماذا هنالك نلاحظ أن هنالك تغيير في يعني في التسلسل الدعاء الذي يعني طلب به حضرة إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى؟ قال يعني غير الله سبحانه وتعالى هذه تلك ذلك الترتيب وذلك التسلسل. لماذا؟ لأن هنالك حكمة فريدة من نوعه، وهذه الحكمة في الحقيقة تبرز تلك الخصائص المحمدية الخالدة. فحضرة إبراهيم عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سيتلو عليهم آياتك وبعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى استجابة لهذا الدعاء قد يعني أخبرنا أنه فعلا هذا الرسول أرسل، ولكنه يعني يتلو عليهم آياته ويزكيهم مباشرة. فالتزكية هنا قد سبقت في الترتيب وأصبحت صفة مباشرة. ويقول حضرة أمير المؤمنين لماذا هذه النقطة؟ لأن القوة الجمالية والجلالية للرسول صلى الله عليه وسلم كانت فريدة من نوعها واختص بها صلى الله عليه وسلم. فهنالك كثير من الناس بمجرد
أن يقع نظرهم على نظر أو وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحدث ذلك فيهم انقلاب روحاني جذري وتام، وبتلك السرعة الفائقة يصبحوا أو يكسبوا نوع من التقوى والورع، وأيضا يعني يزكيهم الله سبحانه وتعالى، يصبح ذلك الشخص فعلا زكي. وهذه الخصائص المحمدية الخالدة الفريدة من نوعها قد أعطاها الله سبحانه وتعالى له واختص بها صلى الله عليه وآله وسلم. Why do you have an independent microphone in future? And a chair, of course, you wouldn't forget, please. My question is again about clothes. Why is it prohibited the saffron color in clothes? And about this gold, I make a promise to God that I will not wear gold, and now I don't know what should I do to break this. I understood the last bit. She said, I promise to God Almighty that I will not wear gold again. You will not? She will not wear gold. This is what I understood. Again? Yeah. This is a wrong promise. I know. So you pay for some sadaqah, zakat, according to the Quran, because this is a false vow you have made. And this must be broken. But you pay some sadaqah for the poor as prescribed by the Quran, and then you will be free to wear gold. Right? And the first bit, you're not allowed to wear yellow color, you said? Yes. That also goes, the same goes for that. It's not yellow color. No. I read a hadith where it is said that it is prohibited in Islam to wear saffron color. Saffron color. She said she read a hadith where it says that we are not allowed to wear saffron color. No, that's wrong. The hadith indicates the color of the clothes worn by recluse. Those who separate themselves and break their ties with the world and live in small hermits. So because they wore colors like that, so that is why Rasulullah SAW did not permit or protested against that. Because if any Muslim would be wearing that thing, he would be taken to be the recluse, not a Muslim. So if you wear yellow, I'm quite sure you will not be taken as a recluse. Right? Everybody understand this is Salima, not a recluse. كان سؤالها قالت أنني قرأت أن هناك حديث لا يسمح للمسلمين بلباس اللون المصفر. يقول حاطم الأمين بالنسبة لهذا الجزء الأول، يبدو أن كان هنالك فئة من الناس من يعتزلون ولهم يعني تطبيقات ورياضيات يعني خاصة بهم بعيدة عن الإسلام، فكي يحفظنا الإسلام كي لا نتشبه بهم منع المسلمين من أن يلبسوا ذلك اللون الذي اختص بهؤلاء فقط. أما بالنسبة لسؤال القسط الأول من سؤالها، وهي قالت أنها قد وعدت الله سبحانه وتعالى أنها لن تلبس أي خاتم أي شيء من الذهب في المستقبل، فماذا تفعل الآن؟ نقول حاضر من المؤمنين، هذا الوعد هو وعد خاطئ، ويجب عليها أن تدفع صدقة مثل ما ينص القرآن الكريم، ولا حرج عنها عليها، في إمكانها بعد ذلك أن تلبس الذهب من جديد. You see, if this interpretation of hadith which you have made is correct, then it's a strange thing that all over India and Pakistan, girls, when they are sent off before marriage, they wear this saffron color. So do they turn every Muslim into a non-Muslim before they send her off? You wore also, Aisha, didn't you? So this interpretation is not right. When they do this, at that time they are not understood to be the hermits or anything. But they do it only because at that time they are treated with some ointments and things which create a sort of color of saffron. And all the clothes would be dirty looking if they do not wear saffron colored clothes. Saffron colored clothes sort of hide the blemishes of the clothes. They are not highlighted. And everything is acceptable. Understand?
فئات ففي الهند والباكستان أيضا. الهند. Think. I don't know why other people do it, but this is my suggestion that perhaps they do it for that reason. يقول حاضر المؤمنين أفهم من ذلك أنها لما البنت تغادر يعني بيت والدها أو في مراسم الزواج في فترة معينة تلبس لباس أصفر. لماذا يقول حاضر المؤمنين يبدو إذا يعني فكر بعض الناس أن يخرجوا جميع هذه الفئات من الإسلام فلا يصح ذلك، ولكن شخصيا أفهم أن ربما هنالك حنة ومواد يعني تجميل أخرى مختلفة، فلما تلبس تلك الفتاة ذلك اللباس الأصفر ينقص اللون الأصفر حدة تلك المواد مواد الزينة المختلفة، وأيضا يتفاعل معها بأحسن صورة. New question. This question from brother from Kazakhstan. Could Huzur kindly give us an absolute, precise definition of shaitan, whether it is shaitan. A yes, whether it is a live being or it is just human thoughts and all other details. In 31 or 30 seconds, I can't answer that question. So let's postpone the answer to the next session, please. Okay. يقول حضرة المؤمنين أن الوقت المحدد لهذا البرنامج السؤال هو أن هذا الشخص من تركيا يسأل كيف يمكن أن نعطي أن نفسر الشيطان، نعطي ماهيته، هل هو يعني فيه خصائص مادية مثل الإنسان أو كائن مختلف أو شيء آخر، يريد يعرف بالتحديد مواصفات هذا وخصائص الشيطان. يقول حضرة المؤمنين أن هنالك بعض لحظات فقط قد تبقت لهذا البرنامج، أعدكم أنني سأجيب عليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And there goes the time. Only 3, 4, 5 seconds left. Eh? MashaAllah. Assalamu alaikum.